أهلا المستمعين، رجعنا مكملين معكم حلقة جذورنا اليوم في بث حي ومباشر عبر أثير راديو موال، ونتحدث عن الأسرار المقدسة وأهميتها في حياتنا. طبعا توقفنا آخر إشي عن سر الكهنوت، ولكن حابة أسأل ما هو الفرق بين كهنوت العهد القديم والعهد الجديد؟ أوكي، نعم، في العهد القديم أمر الرب موسى بأنه يكون في كهنوت لأخيه هارون، وكان الكهنوت العهد القديم يذبح ذبائح خرف، خرفان أو ماعز أو تيس، يذبحوا على المذبح، يكون ذبيحة خطية للشعب، يعني هي باختصار لأنها تفاصيلها كثيرة. لكن لما جاء المسيح، هو كان لما بذكروا الكتاب بأنه الخروف حمل الله الذي يرفع خطيات العالم، فكان المسيح هو الذبيح، هو الذبيح الأبدي، الذبيح. وما في بعد المسيح بطل في ذبائح، فانتهى من لما صلب المسيح وأسلم الروح على الصليب، خشبة الصليب، انشق حجاب الهيكل من الوسط اللي كان يذبحوا عليه اليهود، وانتهى الكهنوت اليهودي، وظهر كهنوت جديد اللي هو كهنوت المسيحي. بالمسيح صرنا احنا بنسمي القداس، هو الذبيحة الإلهية. فالقربانة زي ما ذكرنا في الأسبوع الماضي بأنه القربانة هي جسد ودم المسيح المنتصر على الموت، فإحنا الكاهن هو بيقدم ذبيحة إلهية تختلف عن خرفان وماعز وهيك. ولذلك إحنا ما في عنا ذبيحة، في ناس بيشتري سيارة بيحب يذبح، هذا هو حر يعني، لكن الذبيحة مش متطلب ديني، مش مطلوب منك كمسيحي إنك تمسك خروف وتذبحه. إذا أنت حاب تذبح خروف على سيارتك على العقد، هذا الشيء برجع لك عادي كعادة اجتماعية، لكنه مش متطلب ديني. أنت المفروض لما تشتري بيت، تشتري سيارة، تبعت ورا الكاهن وهو يصلي لك على السيارة باسم المسيح، فسيارتك تتقدس وبإيمانك تحرس بيتك أو سيارتك من أي شيء، مش فيش داعي إنك تقوم بذبيحة. نعم، أيضا ملابس الكهنة هي بتختلف عن ملابسنا كناس عاديين، فيريد تحكي لنا عن ملابس الكاهن. أوكي، ملابس الكهنة هي مش شيء جديد من العهد الجديد، هي من العهد القديم، موجودة في سفر الخروج وسفر اللاويين. طبعا في مراجع كتابية كثيرة، لكن احنا الآن نتكلم بإيجاز. في سفر الخروج مثلا 28 العدد 2 وطالع، يقول الرب: وأصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء، وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن لي. وهذه هي الثياب التي يصنعونها: صدرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة، فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيك ولبنيه ليكهن لي. طبعا في تكملة كثيرة وطويلة، لكن هاي يعني باختصار انه هاي موجود في ثياب مقدسة، وللثياب حتى في رموز، يعني لكل شيء، لكل رسمة، للمنطقة، للعمامة، كل اشي بيكون في له، للنقوش، كل اشي بيكون له في برمز لشيء معين وله هدف، يعني مش موجود هيك فقط من فراغ أو للزينة يعني. نعم، ننتقل من سر الكهنوت لسر الزواج. لماذا نعتبر الزواج سر؟ طبعا زي ما ذكر المسيح وكان مذكور في العهد القديم بأنه يكون الاثنان جسدا واحدا، أي بأنه صاروا جسدا واحدا. هل هم دخلوا على الكنيسة مثلا اثنين بعد القداس طلعوا مثلا ملزقين في بعض؟ لا، هم ظلوا شخصين، ولكنه بالسر المقدس بعمل الروح القدس هم أصبحوا جسدا واحدا، أي ربطهم رباط الزواج المقدس. لكن هذا الشيء هل شفناه؟ لا، احنا ما شفنا شيء. وبكرر نفس الكلام في متى 19:6 بقول: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. يعني زي ما تفضل أخوي إياد وقال بأنه يعمد يكلل، إذا الله هو اللي كلل، فهو كللهم فصاروا جسدا واحدا. وكل جمعه الله وليس الكاهن، ما قالش ما جمعه الكاهن، فإذا الله هو اللي بيجمع، هو اللي بيكون في العمل، وليس الكاهن ما هو إلا خادم أو قناة بتمر من خلاله النعمة. نعم، كمان نقطة مهمة جدا إنه
سر الزواج المقدس هو السر الوحيد اللي يسوع المسيح ما بدأ إشي، لأنه بدأ من العهد القديم عندما كان الله في الفردوس مع آدم في تكوين الإصحاح الثاني الآية 18 بيقول: وقال الرب الإله لا يحسن أن يكون آدم وحده فاصنع له مثيلا يعينه. فجبل الرب الإله من الأرض جميع حيوانات البرية وجميع طير السماء وجاء بها إلى آدم ليرى ماذا يسميها، فيحمل كل منها الاسم الذي يسميها به. فسمى آدم جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية باسمه، ولكن لم يجد بينها مثيلا له يعينه. فأوقع الرب الإله آدم في نوم عميق، وفيما هو نائم أخذ إحدى أضلاعه وسد مكانها بلحم. وبنى الرب الإله امرأة من الضلع الذي أخذها من آدم، فجاء بها إلى آدم، فقال آدم: وهذا الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تسمى امرأة، فهي من امرئ أخذت، ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته فيصيران جسدا واحدا. وهنا السر العظيم اللي من بداية التكوين اتأسس، سر الجسد الواحد بنعمة الروح القدس. إذن هو السر المقدس في الكنيسة، يسوع أو الله في العهد القديم باركه، لأنه بارك إبراهيم، بارك إسحاق، بارك يعقوب، بارك كل الناس اللي اتزوجوا في العهد القديم. إذن بركة الله عشان يصيروا جسدا واحدا كانت من العهد القديم موجودة، ويسوع كملها وأكد عليها يوم صار في شوية استهتار عند اليهود إنه من طلقها فليعطيها كتابة طلاق. قالوا له الفريسيين، قال لهم: لا أذن لكم موسى بالطلاق لقساوة قلوبكم. مش عادي تطلق، ولكن سمح للظروف اللي موجودة، للصعوبة الموجودة، لقساوة قلوبكم، ولكن من البداية جسدا واحدا. وننساش نقطة مهمة جدا، إنه أول معجزة يسوع سواها كانت في زواج. هل قد يسوع احترم الزواج؟ وكمان إذا بدنا نحكي عن بولس وحكلامه عن الزواج وقداسة الزواج، وأن الاتحاد بامرأة بدون زواج هو الزنا، منخلصش. نعم، نسمع ترتيلة ومنكمل، خليكم معنا. ربي أمامك أخذت قراري، اخترتك أنت بملء اختياري. ربي أمامك أخذت قراري، اخترتك أنت بملء اختياري. وأعلن لك أمام الرب يسوع أحفظك بقلبي في الضلوع. وأعلن لك أمام الرب يسوع أحفظك بقلبي في الضلوع. الرب اختارك لتشاركيني مشوار الطريق، أبقى معك والرب عن يميني ولدربي رفيق. الرب اختارك لتشاركيني مشوار الطريق، أبقى معك والرب عن يميني ولدربي رفيق. لا تخافي فالله معنا وهو من جمعنا. الله معنا وهو من جمعنا وعدنا وقال: لا تخف يا قطيع يا الصغير، لا تخف إلى انقضاء الدهر
معكم أنا نصير، أعطيكم سلامي أعطيكم أماني، أعطيكم سلامي أعطيكم أماني، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا أعطيكم أنا أعطيكم أنا. نعم سيد شهادي، لماذا من الضروري أن يكون الزواج كنسي وليس مدني؟ أوكي، طبعا احنا موجودين في العالم وبنسمع شو بيصير في الغرب قاعد، لأنه أو البلدان اللي فيها الزواج المدني، فهو الزواج للأسف سيء وأثبت فشله مع الأسف، هو منتشر في الغرب بشكل كبير. الزواج المدني زي ما أروح أنا أشتري سيارة وتنازل عنها وتتسجل باسمي، وأي وقت بقدر ألغي الوضع وكل واحد يروح ضاربه. لا، هو أنا زوجتي ما بيكون علاقتي بيني وبينها مجرد ورقة أو محكمة أو إشي ونروحنا نفرطها في أي وقت. الزواج المقدس زي ما ذكر أخوي إياد، زي ما ذكرنا بأنه هو يجمع الله ولا يفرق، ويصبح زواج مقدس. يعني حتى مثلا أنا اختبرت الزواج، وبكون الزواج العلاقة بين الزوجين تختلف كليا، مش مجرد حب، هي مشاركة في كل شيء، مشاركة في الأطفال، مشاركة في البيت، وبنحس إنه في رابط إلهي موجود بيننا. فالزواج المدني هو زواج عادي جدا، مش من صنع الله، هو صنع بشري للهروب من الواجبات. لما أنا ما فيش بقدرش أطلق في الزواج الكنسي، فأنا بهرب من هذا الوضع وبريح راسي عشان أطلق وقت ما بدي بتزوج زواج مدني. فالمفروض الكل يرفض هذا الزواج إذا جاءنا، أو إذا حد فينا سافر لبرا يرفض هذا الزواج إذا تقدم له يوم من الأيام، ما يقبل فيه، لأنه أنا إذا بدي أتزوج هي للأبد للممات زوجتي، ما بفرقنا شيء. نعم، ومن الضروري أن يكون زواج مقدس، وإلا رح يكون فعل للخطيئة مش للزواج. بالضبط، زنا، هو زنا وليس زواج. نعم، وما هي أهم الاستعدادات للزواج؟ كإنسان عادي بعيش هنا، الورد، القاعة، لا طبعا، الفستان، هذا هو لعنا، هذا هو الاستعداد للزواج المقدس. لكن استعدادات روحية قليلة جدا، يعني مش الكل. المهم في الموضوع هو الاستعداد الروحي للزواج. ولما أنا مثلا بنصح كل شخص أنه دائما يكون الصلاة يومية في بيته، في كل إشي في حياته يصلي، يكون مترابط مع الله. يا رب أنا اخترت هاي الفتاة، أو الفتاة تصلي في نفس الشيء، أنا اخترت هذا الشاب أنه يكون زوجي وأني أرتبط فيه للأبد بزواج مقدس. هل هذا الشاب مثلا هو الأفضل لي؟ هل ترى مناسبا يا رب؟ فإذا هو مناسب إلي وانت اخترته إلي فلتكن مشيئتك، لكن إذا هو مش إلي فتدخل يا رب. حلو إنه إحنا قبل كل شغلة نعملها إنه إحنا نصلي وندخل الله في الموضوع، نعطيه الإذن بأنه يتدخل فينا ويعطينا. وهذا الزواج شيء يعني مش مزحة. أنا لما بدي أرتبط في فتاة أو فتاة ترتبط في شاب، إنه يطلع سيء ويعملها بقسوة أو يهينها أو يكون مش على قد المسؤولية. فلكن لو صلينا لله، الله هو معطي العطايا الصالحة، فهو بعطينا عطايا الصالحة. وقبل ما ننتقل لسر الزواج المقدس، لازم يكون في سر الاعتراف، حتى أنا أكون خالي زي ما أنا حكالي الأب الفاضل، بأنه أنت لما بدك تطبخ طبخة في هاي الطنجرة، وهاي الطنجرة إحنا كنا مبارح طابخين فيها مثلا ملوخية، وبدنا نطبخ فيها ورق دوالي، منيح؟ بنخلي الملوخية فيها وبنحط فوقها ورق دوالي وبنطبخ؟ قلت له لا يا أبونا، طبعا بنجليها بننظفها وبعدين بنسوي فيها ورق الدوالي. قال لي بالضبط هذا اللي احنا بدنا نسوي، انت لازم تعترف يا شادي ونفضي كل الخطايا وكل النجاسات، وبعدين انت تنتقل لسر الزواج وانت مبرر امام الله.
وطبعا اعترفنا. ويريت يعني ما في كهنة يمكن ما يركزوش على هاي الاشي. انا كمقبل على الزواج لازم اكون انا اطلب هذا الاشي، يا ابونا انا بدي اعترف عشان مقبل على الزواج، ولازم اكون انا مفاهم شو يعني سر الزواج، شو يعني انا بدي اتزوج واحدة اجيب بنت الناس تسكن عندي في الدار، يعني انا بدي اروح مع اصحابي العب بلياردو في النادي اتركها في الدار واطلع، لا انا في عندي زوجة انا اخترتها شريكة حياتي، بدل ما اروح النادي بروح عند شاب صاحبي مثلا عنده زوجة هي بتتسلم معه وانا بتسلم مثلا، يعني لانه افكر فيها دائما مش افكر في نفسي فقط. نعم، تنتهي مرحلة العزوبية وننتقل لمرحلة جديدة وهو ارتباط، وهذا مسؤولية طبعا. بالضبط، تحول 180 درجة، لانه في شباب بتزوجوا بفكر حاله لسه عزابي. نعم. او لسه شاب، تكون مرحلة العزوبية مش منتهية عنده، مش مستوعب انه صار زوج ويمكن صار اب كمان. نعم استاذ اياد. نعم، في نقطة مهمة جدا كمان، انه اللي بتزوج يكلل، والإكليل له رمزين. الرمز الأول هو ملك، ملك على بيته وهي ملكة على بيتها. والرمز الثاني هو إكليل الشهادة، هو زي ما تفضل أخوي شادي بطل يفكر في نفسه ولكن بيموت عن قراراته وعن أنانيته من أجلها، وهي بتموت عن أنانيتها لأجله. ولازم يكون في تحضير روحي قبل هذا عشان نصل لهاي المستوى، نصل لمستوى انه احنا نقدر نموت عن قراراتنا وعن ارادتنا وعن انانيتنا لاجل اللي انا ما اخده، او الجزء الثاني من حياتي، الصبية اللي انا بدي اخدها او للصبية الشاب اللي بدها تاخده. زي ما تفضل اخوي شادي، الاعتراف مهم جدا، الصلاة، وكمان مهم جدا الحديث بيننا ما يكون بس عن أمور الدنيا، لازم مرات يسوع يدخل في الحديث بيننا، نفهم شو تطلعاتنا، شو تفكيرنا بالنسبة ليسوع المسيح، نكون متفقين على إنه إحنا بدنا نبني عنصر أو كنيسة صغيرة. مهم جدا، مهم جدا إنه يكون عندنا كلام في الأمور الحياتية وننظر لها من منظور إيماني كمان. كل الأشياء اللي راح تصير بعد الزواج شو نظرة يسوع منها، هذا كله لازم يكون له في تحضير عشان أنا أقدر أموت عن قراراتي وعن شهواتي وعن أنانيتي لهاي البنت اللي أنا بدي أخدها. وكتير ينصح إذا في بالإمكان إنه هذا الحديث يصير بوجود كاهن عشان يدلنا ويرشدنا في كتير أمور، أمور تدبير المال، أمور تدبير البيت، الأمور الجنسية، أي أمر لازم إحنا نفكر فيه ونتناقش فيه ونشوف شو وجهة نظر يسوع. ويتبع هذا زي ما حكى أخوي شادي الصلاة والصوم والاعتراف المقدس والمناولة مع بعض. نعم، فإذا كل أسرة مسيحية وكل بيت مسيحي هو كنيسة مصغرة. نعم. هل عندكم أي إضافات عن موضوعنا الكبير اللي حكينا فيه بالحلقتين عن الأسرار المقدسة؟ نصائح لأعزائنا المستمعين، تفضلوا. بدي أنوه برضو بالنسبة للزواج المقدس، في بنات بتتزوج لسه يمكن بتكون صغيرة شوية، يمكن جاهلة في أمور الدنيا، تتزوج بعد كم من يوم ألو ماما كنت لزوجي تعساعدني كان لي حلي عني شو أسوي؟ هذا غلط. أنا كل إشي أدخل شخص براني في الموضوع، أنا دائما لازم أحل أموري بنفسي بيننا، ما أسمح لأي تدخل خارجي سواء الصديقة أو الصديق أو الأهل أو أي شخص. نصائح طبعا مهمة جدا، النصائح خصوصا من الأهل لما ينصحونا شيء مهم جدا إلنا، لكن كتدخل مباشر هذا بيسوي مشاكل دائما بين الاثنين، لأنه بصير فيه حساسية في الموضوع وبصير مشاكل وبصير كل ما اتطوشنا مثلا، وهذا شيء طبيعي إنه واحد يختلف مع زوجته زي ما الواحد بيختلف مع أهله بيختلف مع أخوه بيختلفوا، بعد دقيقة بتنحل المشكلة عادي، هذا شيء عادي جدا موجود في كل بيت. لكن انه مثلا خصوصا من طرف النساء بالذات انه انا ادخل اهلي في الموضوع، ادخل صديقتي، كل مشكلة بتصير احنا نسمع عنها غلط، مش حلو مش حلو، او تصرخ فيها تسحب حالها وتروح عند اهلها غلط، مش اي شغلة الوحدة تروح عند اهلها.
فهنا بيكون في مشاكل بتصير حلها أصعب بكثير، لما يكون بينهم كلمتين حلوات بيرجع كل الأمور على طبيعته تنحل المشكلة، لأنه الخلافات شيء طبيعي. في نساء أو رجال بفكر حاله أنه أنا لما أتزوج أنا صرت سيد الدار وهي لازم تخدمني، أو هي بتفكر أنه لازم تكون ست محترمة وتضل قاعدة وزوجها يسوي، يعني بتكون متصورة الزواج بشيء مختلف. لا، هي مشاركة في كل إشي. أنا بدي أعرف أنا لما بدي أصير زوج أو زوجة أنا بدي أتعب، بدي أشتغل، بدي أشارك زوجي، بدي أشارك زوجتي في كل إشي من أمور البيت وتعب البيت ومصاريف البيت. نعم، شكراً لكم. أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن استماعكم. طبعا بشكر ضيوفي الأعزاء اللي هم دايما موجودين معنا، في أي وقت نطلب منهم أي مساعدة في أي حلقة بيكونوا موجودين. شكرا كتير لكم، يعطيكم ألف عافية. تسمعونا في إعادة لهاي الحلقة يوم الأحد الساعة 6، وطبعا بتلاقوا حلقاتنا موجودة ومسجلة على الموقع الإلكتروني موال.ps، وآخر الأخبار على موقع جذورنا.com. ولأي أسئلة واقتراحات بتقدروا تتواصلوا معنا عبر إيميل البرنامج جذورنا@yahoo.com. تصبحوا على ألف خير وسلام المسيح. جذورنا برنامج أسبوعي يطل عليكم كل يوم ثلاثاء الساعة 6 مساء، ليطلعكم على آخر الأخبار الدينية ويناقش مواضيع اجتماعية وثقافية وروحية. حقيقة إذا إحنا منحب نتعلم أهمية الصلاة في حياتنا، ببساطة منأخذ يسوع المثل الأعلى لإلنا. بطرس كمان بضل كمان إنسان اللي بواجه كمان، خلينا نحكي التجارب المفروض نطلع منها بإيماننا وثقتنا بالله. استدعى هذا الموقف إنه يكون في رد فعل مسيحي وطني فلسطيني، وبقدم رؤية لمحاولة الخروج من هذا الواقع. جذورنا من إعداد وتقديم الدكتور تشارلي يعقوب أبو سعدة وسيلينا مراد.